ينضم إلينا الدكتور فراس الجندي وزير الصحة في الحكومة المؤقتة. أهلا بك دكتور. تقرير صدر من مصادر حقوقية يتحدث عن استهداف ممنهج للمرافق الطبية في سوريا، هل يذكرنا هذا استهداف المرافق الطبية بحلب قبيل دخول النظام إليها؟ أولاً يسعد مساك السادة والمشاهدين جميعاً. طبعاً يعني كان شهر أبريل شهر مميز في القصف الممنهج والتدميري لكل المرافق الطبية في الشمال السوري. طبعاً مورس كما نعرف جميعاً قصف شديد وممنهج على أحياء حلب الشرقية أثناء الحصار بهدف فرض حل التهجير القسري للسكان، وهذا الحل طبق نفس الإجراءات في ريف أو في الشمال السوري بشكل عام، بغية فرض الحل أو تهجير الناس القسرية من المناطق بغية التغيير الديموغرافي في سوريا. فقد تم يعني تسجيل حوالي في شهر نيسان استهداف تقريبا يعني 17 منشأة، وممكن إذا في وقت نفصل لك إياها بالتفصيل. يعني نعم تفضل. في 2/4/2017 المشفى المركزي بمزارعة النعمان، في 4/4 مشفى الرحمة طبعا بعد القصف الكيميائي دمر بشكل كامل، وأنا زرت مشفيين وشفت الدمار بشكل كامل. في 4/4 خروج مشفى الدفاع المدني الخدمي بسبب غلط طيران في مدينة خان شيخون. في 8/4 المركز الصحي بمدينة حيش. في 9/4 خروج مشفى نبض الحياة حوران عن الخدمة في داعل بصاروخين فراغيين وأدى إلى شاهدين من الكوادر الطبية وعديد من الجرحى. في 16/4 استهدف مشفى الطيران الحربي مشفى الرحمي مدمر سابقا ومركز دفاع دمني مدمر سابقا في مدينة خان شيخون للمرة الثانية. في 17/4 استهداف مشفى شنان في جبل الزاوية بريف ادي بثلاث غارات مما ادى لخروجهم من الخدمة. في 22/4 استهداف مشفى عابدين مركزي بريف ادي الجنوب بصواريخ فراغية من الطيران الروسي ادى الهجوم لاستشهاد الكادر الطبي بالكامل لخروج مشفى عن الخدمة. في 25/4/2017 استهداف مشفى كفر تخرين الجراحي بصواريخ فراغية والعقودية من الطيران السوري والروسي. في 25/4 خروج مشفى نصيب الحدودي عن خدمة استهداف البراغي المفجرة. في عندنا 27/4 خروج مشفى الجامعة بدير الشرقي في ريف إدلب الجنوبي. في عندنا في 27/4 خروج نقطة الطبيب في معرزيتا بإدلب لجدد 4 غارات من الطيران الحربي الروسي واحتراق 8 سيارات إسعاف تابع لمظوط الشام الإسعافية و4 شهداء والعديد من الجرحى. في 27/4 استهداف تبقى مشفى درعا الميداني برجمات الصواريخ وقذائف الهون. في 28/4 خروج مشفى النعيمة من في درعا الخدمة نتيجة قذائف الهون. في 28/4 استهداف مشفى التوليد النسائي في كفر تخارين بغارات الطيران الجوي أخرجته عن الخدمة. في 29/4 خروج مشفى كفر زيتا عن الخدمة بعد تفعيله أثر استهدافه سابقا وأخرج عن الخدمة. في 29/4 استهداف مركز الدفاع المدني في كبر زيتنا ما أدى إلى خروجي عن الخدمة مما أدى إلى استشهاد 8 من عناصر الدفاع المدني تحت النقاط. هذا فقط في شهر يعني أبريل. نعم يعني دكتور يعني هل يتم اتخاذ إجراءات احترازية من قبلكم كوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة؟ طبعا نحن طلبنا من أكثر منظمة إنشاء مشافي محصنة حتى تستطيع يعني تتجنب اقل اذيات الطيران والقصف المدمر، علما انه يعني مشفى عابدين مشفى محصن ضمن كهف 4 امتار سماكه السقف وتم اختراقه واستشهد في عناصر فيه. الحل الامثل انه الامم المتحده تاخذ مواقع طيران وتفرض على النظام وروسيا عدم استهداف المنشات الطبيه في الشمال السوري او في سوريا بشكل كامل، يعني لأن يعني هذا الأمر صفى يعني بده قرار أممي، قرار نعم. تحت الفصل السابع، إذا لم يكن هناك مثل هذا القرار لن يكون هناك أي فائدة. نعم وزير الصحة في الحكومة المؤقتة الدكتور فراس الجندي، شكرا جزيلا لك.